مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه. يمكن بعد مباراه امبارح دلوقتي الكلام كله يا احمد على التحكيم وعلى الحكم ابراهيم نور الدين. الحقيقه في كلام كتير قوي هنقوله في الموضوع ده، ولكن في الاول خلوني برضو اقول لحضراتكم انه الاهلي يمكن بعد خطاب لاتحاد الكورة بخصوص موضوع التحكيم، وهقرأ لحضراتكم الخطاب بتفصيل الأول. إنه أرسلت إدارة النادي خطابا لاتحاد كرة القدم بتطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاء فجة أثرت على نتيجة المباراة. وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها، كما طلبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات. وأكدت كمان إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم. وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يوم، في حين أن الحكم المصنف رقم واحد لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي. كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بابك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة في أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطائه الفجة، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي وأثارت قراراته غير الموفقة وقتها جدلا كبيرا. وللأسف جاءت لجنة الحكام بنفس الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهلي والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم. كمان شددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنافسة والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم.